عمر علوي من الصديق امين بائع التمر بمدينه باقليم الرشيديه او مدينه الرشيديه. بالنسبه للتمر هذا العام الحمد لله يعني مجموعه من الاصناف ديال التمر متوجده يعني بفرة مهمه يعني كالاصناف ديال المجهول. هناك يعني بعض الاصناف اللي قليله بحال الفكوز بحال الخلط بحكم يعني العوامل ديال الجفاف وبحكم الحريق يعني الحريق اللي صبت به الغابه ديال وفوس عامه. وبالتالي كانت واحد يعني مجموعه من الانواع قليله شويه، هذا هو اللي جعل يعني التواجد ديالها قليل، وبالتالي هذا كينعكس على الاثمنه ديالها اللي عرفت واحد نوع ما واحد الارتفاع معين. الفكوز كيتراوح يعني مثلا الاثمنه ديالو يعني الفكوز من النوع الجيد من 40 درهم حتى 60 درهم، بالنسبه للمجهول كاين من 40 درهم حتى 120 درهم. يعني الحمد لله الاقبال كاين شويه على التمر، الا انه بحكم يعني الظروف العامه ديال كورونا وديال يعني الظروف الاقتصاديه العالميه ضروري انك تجر بان غادي تعرف التجاره واحد شويه ديال الركود. يعني الاقبال كما في السنوات الماضيه ما يمكنش يكون في ظل هذه الظروف كامله غادي يكون بحال هذه السنه. الاسم ديالي كبير علوي هاشم، مدينه الرشيديه، بائع جميع انواع التمر. المهم بالنسبه للاقبال هذا العام شويه ما كاينش شي اقبال بزاف، ايوا هذا الشيء اللي كاين. وبالنسبه للتمر راه كاين انواع ديال التمر، كاين المجهول الكاليبر كبير كيدير بادي من 120 درهم حتى 50 درهم بالنسبه للمجهول. وبالنسبه للخلط هذا العام ما كاينش بزاف، يعني ما مقارنه بالاعوام الفايته ما كاينش بزاف بالنسبه للخلط، ما كاينش هذا العام. كنستعنوا بالتمر ديال مصر، تنعاونوا بها بالنسبه للمسكين هذا العام، الله يحسن العوان، ما كاينش الخلط. والانواع الاخرين كاين الفكوس، كاين بالنسبه للفكوس كاين الفكوس، كاين هذا هنا هو كاين بحال ما هذا، كاين هذا. المهم كاين ب 40 درهم، وكاين الغليظ ديالو كيدير 60 درهم. المهم فكوس هذا العام وصل حتى 70 درهم بالنسبه لهذا العام، هذا ما يعني ما كاينش فكوس هو قليل. وبالنسبه للمجهول الحمد لله هذا العام الكسره كاين الكسره، وكاين الثمن فيه مناسب، بادي يعني من 50 درهم حتى 120 درهم، فيه ديال 70 درهم، فيه ديال 80، على حساب لي كاليبر ديالو. والمهم الفكوس كاين هذه الماركه هذه، كاينه هذه، كاين هذا المجهول مويان تنبيعو ب 60 درهم، 65 60 درهم، صافي هادشي اللي كاين. واللهم لك الحمد على كل حال، هادشي اللي كاين. كاين بالنسبة لبوسليخن، كاين واحد الماركة سميتها بوسليخن، زويونة يعني في متناول الجميع، كدير 20 درهم. على حسب هاد العام شوية التمر قليلة، هاد العام ما كاينش الطلب عليها، من ناحية ديال الشتاء ما كانش هاد العام، والغلة قليلة. وراك عارف دابا هاد الوقيته قرب رمضان، وكتكون الحركه وكتكون التجاره في ان هاد الوقيته ديال رمضان كيديو الناس التمار وكذا. هاد العام الطلب ما كاينش قليل، من ناحيه الثمن هاد العام شويه قليله التمر، والثمن كاين كثير، الطلب ديالو قليل ولكن الثمن كاين، الثمن كاين. والطلب اللي على حساب التمر ديال البلاد مع التمر ديال الخارج وكذا، كاين الطلب شويه على ديال برا حيت هي فيها شويه ديال الثمن ناقص، ماشي بحال ديال البلاد، لحقاش ديال البلاد كاين الفكوس والمجهول والخلط، شويه ديال الثمن والكاليتي في الاساس ديال البلاد، كاين الكاليتي على حساب ديال برا، ولكن الاقبال هو اللي ما كاينش، لحقاش هذا العام ماشي بحال العام اللي فات، ذاك العام اللي فات كان الخير موجود وكانت التمر موجوده، وهذا العام قليله شويه، والطلب حتى هو قليل من ناحيه ديال الناس مقصحه الله يحسن العوان، من هذا الشيء ديال غلاء الاسعار ديال الخضره وكذا، التمر ما هذا العام ما متجهلاش الناس كما بحال العامات الاخرين، ونطلبوا من الله تحرك شويه السوق وتحرك شويه التجاره ونبيعوا ونشريوا. ومازال حتى كتشوف دابا شعبان راه قريب يسالي وقريب يدخل رمضان، ماشي طلب اللي هو كاين دابا، راه كتشوفوا الاوضاع كي دايره، الناس هي كتشوف اللي نطلبوا الله السلامه ونطلبوا الله التجاره تكون. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.